رح نبدا اخبارنا الثقافيه والفنيه مع الاعمال المسرحيه. جولات القتال بين باب التباني وجبل محسن تحولت الى عمل مسرحي بعنوان حب وحرب على السطح، كتابه لوسيان ابو رجيلي، انتاج جمعيه مارتش، وابطاله هن شباب وشابات من باب التباني وجبل محسن باطار مسرحي فكاهي. العرض ب 15 حزيران ابتداء من الساعه 8:30 المساء على مسرح المدينه. منتابع ومن الأعمال المسرحية إلى عروض الأفلام. مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بتكرم المسرحي اللبناني ريمون جبارة، وبهالإطار بتدعي لحضور عرض وثائقي بعنوان جبارة للمخرج نصر براكس نهار الاثنين 15 الشهر الساعة 7 المساء بجامعة سيدة لويزة. المسرحية يلي أنا شايفها بالعالم من كل النواحي، بيروت بيعزة، بيروت الثقافة، بيروت عاصمة العرب الثقافية، بيروت المسرح، بيروت الحريات، بيروت الاقتصاد. كان هو كتب، هو ألف، هو عمل إخراج. كان في ملامح صبغة شكسبيرية بليتامود ديسديمونا. الحقيقة أنا ما فهمت المسرحية أول ما حضرتها، حسيتها كتير صعبة. تحت رعاية زكور كانت نقلة كتير مهمة. المسرحية أخذت بالآخر تلت ساعة صالة كاملة واقفة عم تزقف. منتابع مع أخبارنا بالبلو نوت كافيه بالحمرة عدد من الأمسيات وبشكل متواصل. تحت عنوان ميوزك ساغا ناتالي صافي وفرح مخول بيقدموا أمسي وموسيقية ب 18 حزيران ابتداء من الساعة 8 المساء. بيدعي تلفزيون مستقبل لحضور مؤتمر صحفي رح بيتم خلاله الإعلان عن دورة برامج شهر رمضان المبارك اليوم الساعة 12 الظهر بمطعم لوميون بسانت سوفيل الأشرفية. دنيا دنيا دنيا، هاي الدنيا غريبة وعجيبة، بتكون ماشي فيها بأمان الله فجأة بتزتك بمكان تاني، بتتغير كل حياتك. حياتك حياتك. كنا عم نشوف مشاهد من واحد من المسلسلات اللي رح تنعرض على شاشة تلفزيون مستقبل، بنت الشهبندر عبر تلفزيون مستقبل، وأكيد كل التفاصيل اليوم بالمؤتمر الصحفي. لكل محبي الموسيقى، أمسية مع الموسيقي زياد نوفل بيعزف خلالها مجموعة من الأنماط الموسيقية بأمسية بعنوان Reasons to be cheerful نهار الاثنين 18 حزيران الساعة 11 المساء براديو بيروت. مار مخايل. متابع ايضا مع الاخبار الموسيقيه، الرابر السوري الفلبيني شينو بيقدم البوم الجديد اللي بيحمل عنوان Making Music to Feel at Home بالاشتراك مع انجريد بواب، طارق خلقي، عماد جواد، فيليب ديب، الليله الساعه 9 المساء بالبي او 18. منتابع بعيد الموسيقى، بيت الشباب والثقافة بيزو مكايل بيحتفل على طريقته بهالمناسبة، وب 19 الشهر حيث بالحديقة العامة رح بيكون في معارض، محطات ثقافية وفنية للكبار والصغار. بخبر أخير، مهرجان قرنة شهوان بمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس بتدعي إلى الاحتفال يلي بيصير بهالمناسبة نهار الجمعة 19 حزيران، وبيبدأ الاحتفال مع حفل إهداء كتاب أجيال الإيمان، وبيستمر المهرجان أيام الجمعة السبت الأحد والتنين ب 26 27 28 و29 مع محطات ثقافية وفنية منوعة، من بيناتهم محطة ب 27 شهر مع الفرسان الأربعة. وعم بنصب اشعار شو اخبار راجع شو بدنا براجع قولوا لي ما جبتوا شي الهيئه ما صيدتوا شي والله مرضنا وما توفقنا انتو ما بتعرفوا تصيبوا هاتوا لي هالشف وحدا يزت لي الطربوش الله معك
لك انا شيخ الصيادي طل الصيادي وسلاحهم يدفع في عصفورة لو نرمال الطير وتتدلع يابا من وادي لوادي ما قدروا علي عالصياد من وادي لوادي ما قدروا علي عالصيادي طل الصيادي هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الأعمال الموسيقية والمواعيد الثقافية القريبة رح نرجع لعند بيارات وأحوال طرقات رح نبلش هلا مع جولة من خلال كاميراتنا لناخذ فكرة عن حركة السير لصباح يوم الخميس والبداية من جسر سليم السام مثل ما عم نشوف حركة سير ناشطة أوتوستاد الزلقة كمان عم بيشهد على حركة سير ناشطة وخاصة المسلك الغربي بس ما فيه توقف للسيارات مننتقل إلى مثلث خلدي عم نشوف فيه توقف للسيارات على بعض المحاور ومن مثلث خلدة إلى اتصالنا اليومي مع غرفة التحكم المروري ومعنا المؤهل أحمد شعبان لليأخذ منه كافة التفاصيل فأذان عن حركة السير لصباح اليوم صباح الخير إيه صباح الخير كيفك؟ كيفك أنت؟ أنا منيح الحمد لله الحمد لله نعم تفضل بالنسبة للسير إجمالا بشكل عام الحركة الصباحية المعتادة ما عنا أي مشاكل منبلش بالمدخل الشمالي المدخل الشمالي عم تكون الحركة ناشطة باتجاه بيروت من جوني باتجاه بيروت ضغط السير بهالأثناء عم يتراوح ما بين جسر النقاش أنطلياس جلديب نهر الموت كذلك عم تكون عنا حركة ما بين الدورة والكارنتينا شهر الحلو في عنا ضغط سير كثيف بهالأثناء على سوق السمك في عنا حركة ناشطة من نهر الموت باتجاه إشارات جديدة الاتحاد خباز في عنا حركة كثيفة من الشيفروليه باتجاه مستدية رزق الله الحركة كثيفة عم تكون من المكلس باتجاه جسر الباشا المدخل الجنوبي عم يشهد حركة ناشطة من النعمة باتجاه خالدي بيتحول لكثيف باتجاه الأنفاق طريق المطار كذلك عم تكون الحركة كثيفة باتجاه مفارق بشمون وعرمون كورنيش النهر الحركة عم تكون عنا صباحية معتادة إنما عم تحول لضغط سير من جسر الفيات باتجاه العدلية المتحف في عنا حركة كثيفة كذلك على تقاطع أسقص باتجاه جادة عمر بيهام العاملية ضغط سير عنا عم يكون من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم إسلام وباتجاه الكولا الأوزاعية عم تشهد حركة ناشطة إلى كثيفة إنما ما عنا توقف هيدا بشكل عام حركة السير مشاكل على الطرقات ما عنا وهيدا كل شيء بالنسبة للحوادث اللي سجلت عنا من امبارح لليوم سجل عنا أربع حوادث للأسف كان في عنا قتيلين وجريحين للأسف نعم وبأي مناطق توزعت الحوادث؟ بشكل عام كان في عنا قتيل ضمن جديدة وقتيل بكفر زبد نعم والجرحى بمشدلية والكويشرة نعم نعم شكرا لك نعم يا هلا نعم شكرا بالنسبة لإحصاءات الرادار بس خلينا يلا بنذكرهم بذكر عيدهم اليوم كمان كتار 991 تنظم 991 محضر سرعة نعم نطلب من المواطنين مثل العادة يتجنبوا السرعة ويحافظوا على حياتهم وحياة غيرهم نعم شكرا لك المؤهل أحمد شعبان أكيد وتحية لكل عناصر غرفة التحكم المروري رح نتابع هلأ مع تقاريرنا ومعتقدات عديدة بيأمن فيها البوذيين وبعض هالمعتقدات عم تجذب السواح والمؤمنين من مختلف أنحاء العالم التفاصيل منتبع سوا بهالتقارير أعداد كبيرة من السواح والمؤمنين بيلتقطوا صور لتمثال بوذا هالتمثال طوله 2.7 وزنه 4 أطنان ويقدر سعره $5 مليون وهو مصنوع من اليشم بعض الصور الملتقطة بيظهر فيها نقط مشعة البوذيين المؤمنين بيقولوا انه هالنقاط اسم ماندالا وهن بيرمزوا للكون وكأنه الفردوس عم يضحك مش كل مين اخذ صورة لهالتمثال بالتحديد بيشوف الماندالا فقط المؤمن هيك بيقولوا البوذيين أما العلماء فقالوا إنه هالجزئيات المشعة ما هي إلا انعكاس النور على الغبرة و
قبل ما نتوقف مع فصل اعلاني بذكركم انه اليوم ضيفنا هو الشاعر الفلسطيني مروان مخول، ومعه رح ناخذ تفاصيل اكثر عن الامسيه، عن زيارته لبيروت طبعا، والامسيه اللي رح بيقدمها على خشبه مسرح بابل نهار السبت 13 الشهر وب 19 الشهر بمسرح مونو. وضيفه الشرف رح بتكون الفنانه اميمه الخليل، بما انه هي تعاونت معه مع بعمل مغناة خطبة الأحد. أميمة اللي كانت ضيفتنا من حوالي الشهر وكمان عطيتنا هيك فكرة أولية عن هالمغناة، فإذا الشاعر مروان مخول بينضم لنا بعد شوي. طرونا